بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة البائع المتجول وهي الترافلنج سيلزمان بروبلم، وهي مسألة إيجاد أقصر طريق مغلق بين مجموعة من المدن. عندنا مجموعة N من المدن، نريد ننطلق من مدينة واحدة ونمر بكل المدن وما نرجع لها إلى أن نرجع لنفس المدينة الأولى، بشرط أن هاي الرحلة أو نسميها تور أو جولة تكون أقصر ما يمكن. بالألف وثمانمية وضعت هاي، تم معالجة هاي المسألة بواسطة العالم الرياضي الإيرلندي هاملتون وكذلك البريطاني توماس. المدن شلون انكتب مالته؟ المدن هنا مالتي ترافل سيلز مال الاختصار مالته هو تي اس بي. عندي مجموعة N من المدن، المسافة بين كل بين مدينة I والمدينة J هي دي اي جي. عندي هنا المسألة اللي راح ندرسها راح اعطيكم اياها سيمتريك، حيث الارقام هنا فوق القطر تكون مساوية الارقام تحت القطر، واكو مسائل ثانية نفسها هي سيمتريك اللي غير متناظرة ما راح نتطرق لها. احنا هنا موضوعنا راح يكون سيمتريك. المتغير مالتنا اكس اي جي ياخذ واحد شوكت من ينطلق من المدينه جي على مود يوصل للمدينه اي، والا راح ياخذ صفر. مثلا انطلقت من المدينه هنا واحد وردت اروح للمدينه رقم خلينا نقول ثلاثه ووصلت، بالفعل انطلقت ووصلت، فهذا راح ياخذ واحد. اما المدينه اثنين وان كل شيء ما تاخذ راح تاخذ صفاره. كتابة المدن راح يكون بهذا الشكل، مينيمم زد يعني احنا نريد قلنا اقصر جولة، فمينيمم زد راح تكون سموشن دي اي جي اكس اي جي، اضرب المتغير اكس بمن بالمسافة. اذا المتغير اكس اللي يمثل لي انه بالفعل المسافة ان يعني انطلقنا من هالمدينة ووصلنا لديش المدينة قطعنا هالمسافة تاخذ واحد، تنضرب بالمسافة يطلع عندنا رقم، ينجمع عن كل الحالات اللي عندنا وتطلع عندنا أقصر مسافة. مثل ما قلنا القطر راح ياخذ انفينيتي، القطر مالتنا ما ذكرته أنا، القطر مالتنا احنا هنا لأنه سيمتريك، فشوف من انطلق المدينة ونفس المدينة ماكو مسافة، فهاي شوف خطوط فارغة عادة يحطوها انفينيت أو يخلوها أرقام كبيرة مثل ألف مية حسب يعني حسب المسألة. هسه عندنا هنا الشرطين، هاي التو كونسترينتس شلون نكتبن؟ سيمويشن جاي من واحد للان، اكس اي جاي يساوي لي واحد، شو اقصد به؟ شنو اقصد به هنا الثاني هم من اي للان، حاصل جمعها مثال المتغيرات كلها بالنسبة للأعمدة تطلع لي واحد، اقصد به شنو؟ اقصد به هنا لكل الصفوف اجي صف صف حاصل جمع هنا المسافات المتغيرات، هنا المتغير واحد اثنين، متغير واحد ثلاثة، متغير اكس واحد ان، ذني واحد من عندهم ياخذ واحد والبقية صفارة لازم، بحيث حاصل جمع يطلع لي صفر. هنا المتغيرات اكس اثنين واحد، اكس اثنين ثلاثة، وهكذا الى اكس اثنين ان، واحد من عندهم خلينا نفرض هذا راح ياخذ واحد، بقية المتغيرات كلها صفارة، حاصل جمع ينطيني واحد. نفس العملية حاصل جمع متغيرات بالنسبة للأعمدة، كل عمود حاصل متغيرات بي واحد ينطيني للمتغير واحد ياخذ واحد والبقية ياخذ أصفار. هذا هسه الموديل مالتنا، حد قلنا الإكس لو صفر لو واحد، إذا مشت المسافة واحد، إذا ما مش المسافة العفو ما انطلقنا من هالمدينة ديش المدينة ما انطلقنا أو ما اختارنا المسافة مالتها، فالمتغير يكون صفر. هسه هنا من التسجيل الجاي راح اخذ اشرح الطريقه شلون احسب الجولات.